اليوم كان مناسبة ديال افتتاح الدورة التشريعية، واللي الخطاب الملكي كما طلعتوا الجميع كان مهم للغاية في التوجيهات ديالو بالنسبة للحكومة وبالنسبة للبرلمانيين. كانت ثلاثة أشياء مهمة وقف عندها الخطاب ديال جلالة الملك. أولا الزلزال اللي عرفته المملكة، واللي كان كما تبعتوا جميعا كان الوقوف ديال جلالة الملك والتوجيهات اللي عطى للحكومة، واللي لعبت دور كبير في التحكم في التبعات الأولى ديال الزلزال، واللي اليوم كما تتعرفوا ايضا هو لما صدق صندوق مكافحه اثار الزلزال ل 120 مليار ديال الدرهم. جلاله الملك اصر على ان استمرار هذا الورش بشكل كبير اللي يمكن هاد الناس، بان الناس اللي تضرروا من هذه المنطقه بشكل كبير اللي تضررت، بان هذا الورش نربحوا جماعه. المساله الثانيه اللي وقف عندها جلاله الملك هو الاهميه ديال الاسره في بلادنا. احنا دوله عندها خصوصيتها، دوله معروفه بتمغربيت، عندها امكانياتها اللي كتجمع ما بين كثير من الاشياء، سواء الهويه ديالها الكبيره اللي في جلاله الملك ابو غوتي تتكلم على الاسره، وقف على الهويه المغربيه اللي فيها الدين الاسلامي، فيها العروبه، فيها الامازيغيه، فيها الامتداد ديالنا الافريقي. ولكن اهم شيء ايضا هو من خلال هذه الهويه ذكر جلاله الملك بالرساله اللي توجهت لرئيس الحكومه حول فتح ورش مدونه الاسره، فتحه بما يحمي الاسره المغربيه ولكن ايضا بما يضمن حقوق الانسانيه للنساء، لاننا احنا مشرفين على مرحله قادمه في تعديل مدونه الاسره اللي هذه 20 سنه باش التعديل ديالها. كما سبق لجلاله الملك انه قال باننا نتواجدها. المساله الاخيره اللي وقف عندها جلاله الملك هو الحمايه، التغطيه الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه، ورش ايضا اللي احنا في حاجه ماسه اننا نربحوه جماعه بتوفير الماليه وبتنزيل المتدرج له.